ابويا حابب تفسير دلوقتي؟ انا عندي مشروع مهم ورايح لميناء. اي مساعده بطل؟ لا بقى بس تعرف تدورها لي ولا لي؟ عندي مشروع مهم ومش عارف اعمل ايه. لا 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 لا، ده انت جيت للخاص لك الحوارات دي كلها. ده انت ابوك ميكانيكي ولا ايه؟ لا ده انا جدي. جدي واخدها غبا عن جد. طب قول بس كده ساعدني ازاي يا اخويا؟ حاضر اتقل بس. بص ما بتعمل كام بتدورش؟ ما بتدورش خالص. اه فصل خالص. طب صلى على النبي. خلاص بص بس هتتقل اسخنها لك. هتسخن كده. مين هناك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ. يا معلم. فين المكنة؟ وديتها الجراج؟ المكنة سرقت مني في شارع 9. سرقت فين؟ سرقت مني في شارع 9. شارع 9؟ طب يلا غرف داهية. شارع 9؟ أنا عرفت كلام اللي خدها. ايه يا ابني؟ يا ابني والله وصلت تحت العماره. تحتها جنينه. ايوه انا واقف تحتها. بتسال على محمد ابو طويله صح؟ بسال عليه. اصل الواد ده بامانه هيخصني قوي زميلي. بس انا مش جاي لمحمد ابو طويله. يبقى انت اكيد جاي لحد برضو رجوله زيك، واي حد بقى يكرم لاجلك. هسيبك انا بقى عشان ورايا. استنى بس، انا جاي لك انت، وعايز اقول لك ان التليفون اللي انت خدته دوت، والتليفون ده اللي انا كنت بتكلم منه حبيب قلبي، لعبة. وقعت يا عبد. طب ايدك كده بعد اذنك. وبما ان الموبايلين طلعوا لعبة، يبقى انت جاي على المكنة صح؟ جدع. يلا بينا بقى عشان نروح نجيب المكنة. يلا بينا. بس انا نسيت اقول لك حاجة. قول. ان المكنة اتقطعت يا عيني. ايه؟ اصل اخوك بيشم. اتقل بقى كده عشان اعرفك. يا ابراهيم ده المعلم جالي تحت البيت وعاوز مكانته. ده ابراهيم صاحبك. واب هيقول لك فين المكنه، هتعمل ايه؟ احط ايدي في جيبي وماشي واقول له سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابراهيم بقى دلوقتي زمانه بيسرع العربيه بتاعتك. تلحقها قبل ما يقطعها ولا نقطعها زي المكنه؟ تلحقها زي المكنه.